فرسان نضال طابت جراحة لأجل بلادي. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارسنا في هذه الحلقة رغم تقدم العمر وتعدد الجرح إلا أنه لا يزال صابرا وثابتا في جبهات الدفاع عن اليمن وحريته وكرامته وتاريخه وحضارته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هادي المقدم هادي محمد عاضل العامري من اللواء 125. كنت أشتغل في القوات المسلحة، وأقدم شكري للإعلاميين في قناة السر. إذن أعزائي المشاهدين، فارسنا في هذه الحلقة هادي محمد عايض العامري، واحد من أبطال جبهة حريب النهم، أحد المقاتلين في اللواء 125، وأحد قياداته الذي لا يزال يحمل السلاح رغم الجراح التي أصابت، إلا أنه لا يزال يحتضن بندقيته وجعبته، كذلك مواصلا مسيرة تحرير حريب نهم وباتجاه العاصمة اليمنية صنعاء. سيد هادي، إذا ما تحدثنا عن الدافع التي جعلك تستمر في حملة السلاح في مواجهة ميليشيا الانقلاب. لأننا دفعنا دين وإسلام، وهذا مش على اليمن، هو على جميع الدول الإسلامية، ترفع بنادقها وترفع وتشرب بنادقها من دماء الأعداء، أعداء الإسلام الذي فرضوا علينا وفرضوا صواريخهم وهما يرموا بيت الله ومقدساتنا وديننا وبيت محمد والكعبة المشرفة وأوطاننا. هذا لا عليهم، لا يتستروا في كل الدول الإسلامية، ليش في اليمن؟ لأنهم يحملوا مشروع، لأنه يشوف الصواريخ وهي تنطلق نحو الكعبة. ديننا وكعبتنا وإسلامنا ورفعت روسنا، نحن قاتلنا من هذا الشيء. كان لي ولد يقاتل في الصفوف الشرعية، ولنا قيادات قوة، لنا قيادات قوة مثل ناصر المبروك، مثل محمد مشلي، مثل عايض الحرملي، مثل صالح سكان، مثل أبو بديع الذي استشهد. وكنت أقول له يا نايف، أنا أشتي أروح على القيادة، نخرج الطلقة المعدل الذي في رأسك استشهد في الجفينة. يا الله، وما يعرف عنده ويعرف عنه عبد الرب الشدادي الله يرحمه. كان الرجل الذي يرد لقط الدربيل ورده إلى السيارة حق الشدادي، وقال يا أبو علي أنت الوحيد أن أدي معدلات وأدي سيارات وأدي كذا، وأنت ترجع الدربيل لا عندي، خذها لك. قال لا، أنا أخذته من هذا المكان أرجع على هذا المكان. قال الله يا أبو علي، والله صورة هوية. فقلت أنا من حنجيبه وأتابعه، قلت يا أبو علي أنا بروح على القيادة، قيادة حكيمة، قيادة قوة، قيادة مباشرة في القتال والنضال والإدارة. قال أنا يا والدي أشتي سمة قابل محمد والمعدل في رأسي، محمد رسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلوات الله وسلم عليه. هم كانوا يقاتلوا الكفر بالسيوف، يمرطوها بالسيوف، واحنا نقاتل بالبنادق. يدري محمد ان احنا ان خلف بعدها رجال تدي واجبها على الاسلام. فاما الناس المستترين الذي يشوفوا الصواريخ وهي تمشي على بيت الله، احنا نتمنى ان احنا نطلع فوق الصاروخ عندما يضربوا به ونرجع على الارض، يعني اندفاعنا في هذا الحق. احنا ضركنا من هذا الضاله، اتعبت الشعب وتعبت المواطنين وتعبت العلماء وتعبت المسؤولين وتعبت كل شيء، نهبت كل شيء في البلد. نحن نشكر التحالف ونشكر اخواننا في التحالف الذي هم عدنا جنبا الى جنب، ويشربوا العدو شرب من بنادقهم، تشرب البنادق هذه دم من دم العدو وشال يشربه. اليوم
وبعد اليوم حتى تتحرر اليوم لحتى تتحرر البلد. وأنا أقول لها الدول الإسلامية والدول العربية الذي فيها ترفع البنادق لا تستر كذا شل بنادقها دفاعا عن الحرية دفاع والكرامة على والهوية على الإسلام دفاعا على الإسلام. وأما المملكة العربية السعودية فعاد به رب يحماها ويحمى الكعبة غير قوة آل سعود. عاد به قوة ماذا يشوفها؟ لا تشوفها إيران ولا تشوفها الدول المعادية. عاد به قوة الذي تخسبهم بالأرض تهميهم في الأرض. عاد به قوة الله سبحانه. وإن شاء الله وإن شاء الله سينصر الله الحق إن شاء الله إن شاء الله إن الله ينصر الحق وأن الله مع الحق. إحنا قاتلناهم وبسان قاتلوا. ما هي المعارك الأولى التي المعارك خضناها أزمت وخاضتها أزمت قبيلة الجدعان وقبيلة من جميع فئات القبيلة وخاضتها من لواء مارب لحتى وصلت الفرضة. وقدم ابن خالي مع هاشم الأحمر وهو ما كان مكلف في الطقوم الأمامية وعندما احترت الطقوم في نفس الفرضة وهو قدم هو وابنه ابنه أخوه يا الله ابنه هو قال ليش انتوا تحيرتوا؟ قالوا فيه ضرب. قال انا بقدم قدم وانطلقت الفرضه وانطلق الوهاشم ودخل الفرضه واستحل المواقع كلها. ابن خالي قدم هو ابن اخوه استعدوها وفتح الخط فتحه بدمه وسقى دمه في الارض استشهد واستشهد هو يا ابن اخوه بعد ان فتح الطريق والطقوم يوم تحيرت شويه قال زمت يعني قال وهو ما هو مكلف شيء من هاشم هو مكلف في مهمه ثانيه. قال ليش الطقوم تحيرت؟ قالوا فيه ضرب. قال وهو انطلق بالطقم تحت قياده هاشم الاحمر. وهاشم الاحمر من رجال الابطال ورجال القويه في في, في 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 اليمن لا ننكر حد في وجه. ما هي اهم المعارك التي خضتها في اهم المعارك اللي خضتها شخصيا وشاركت فيها في منطقه حري بن هي مع قائدنا الحرملي وهو معنا سمت في المقدمه في الصفوف الاماميه. هذا القائد الذي سمت يعني لا لا لا, لا, لا مش مبالغه به. الوقت والاوان والتثبيت والتصوير موجود ماشي يختفى ابدا. تاريخه موجود وهو في الصفوف الاماميه وهو الذي قاتل وشهد انا سقطت ورحمه الله على ابو بديل كان قائد ما حد الأنظي وغيره من الأبطال الذي ضحوا في منطقة حريب نهم وفي الجفينة وفي ماس وفي صلب وفي خاضوا المعارك. والقبائل كلها لكن القبائل تشد حالها والنصر بيد الله سبحانه. وخاصة تلك القبائل التي لا تزال تحت سيطرة الحوثي وهذه القبائل التي تحت سيطرة الحوثي أقول لهم من الآن لمن هو قبيلي ويحتمي قبيلي يشبح على بندقة ويقاتل الإطلال بندقة في يده إذا كان عاد في كرامة إذا عاد كان في شهامة وفيه مروة وفيه إنسانية على الدين الذي إحنا نشوف الصواريخ وهي تنطلق نحو الكعبة نحو كعبة المسلمين أو تلك التي أيضا تنطلق وتقتل اليمنيين إيه ينطلقوا سمت وقتلوا اليمنيين. هذه فئه قاتلنا من ايران وايران مشي عقبه هي مشي عقبه هي منحرفه والاسلام ما يقوم. دول معنا اسلاميه قويه في كل مكان لكن يرفعوا رؤوسهم عندما تشوف احد يرمي ولدك ولا ابنك. هذا يعني مو بيتنا بيت الله بيت محمد. الحين عاد نقاتل الحين ناضل الحين ندي واجبنا. هذا وقته داس كل مقدس هذا وقته وقت الأوان نحن نقاتل وخاصة قد وصلت أيديهم إلى النساء وخاصة والأطفال. قد وصلت أيديهم إلى تفجير البيوت إلى تفجير المساجد إلى قتل العلماء إلى قتل زمة الشيوخ إلى قتل كل شيء. هذا الذي عندي وأنا أحث القيادة وعبد الله منصور وقيادة التحالف ونشكر كل من هو مدي واجبه. أنا أشكرك عم هادي. طبعاً سرح نأخذ القصة أيضاً إصابتك وكيف أصبت في أي معركة أصبت. لكن أعزائي المشاهدين دعونا نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم. فرسان إن الجراح اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتمت على الأجساد طابت جراحة لأجمل فرسان إضاعي. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ومع الفارس البطل هادي محمد عايض العامري
واحد من نشامة اللواء 125، ما الذي تحدثنا فيه أيضا من قصص الأبطال الذين ضحوا وصمدوا وتقدموا في تحرير حريب نهم ولا يزالون يتقدمون باتجاه العاصمة صنعاء؟ أنا أقول أن احنا كان معنا قايد أبو بدير وقال نتقدم عليهم، وأصبت أنا بطلقتين رصاص، وعندما أنا كنت والمقاومة وردت علينا وأنا كنت مع ابن عمي، وعندما وصلتني أول غارة من المقاومة وأنا ردت بندقي فيهم وأرميهم وأرويها من دمائهم من الميليشيات ضربتهم وغيري ضربهم. يعني حاولوا التقدم باتجاهكم؟ ايه حاولوا، سمت المقاومة وصلت منا، واحنا كنا جالسين انا ويا من عمي في القرية وبعدين انا معي بندقي وجعبتي ناولتهم من خشمها رماية من الداخل عندما شفتهم، عندما شفت ان المقاومة وصلت مني اني ارتزحت على جبل، اني كنت انا تحت التهديد، وصلت المقاومة فعلى كل رجل فلا وصلت المقاومة ترفع بندقة ويقاتلهم، هذا يعني مفروض علينا نحن نقاتل في الضال. هذا ذي حدث، وكان عندنا أبو بديع يخوض قايد الكتيبة الثالثة في الباء 125، وكان زمت يعني هو في المقدمة معنا، أتقدمنا عليهم وأصبت أنا بثنتين طلقات رصاص وانتصرنا. كيف كانت إصابتك؟ ما الذي حدث أثناء الإصابة وكيف تم إسعافك؟ كيف كانت لحظة الإصابة لمن شعرت بالإصابة؟ أنا عندما شعرت بالإصابة قلت أشهد لا إله إلا الله إن إحنا مثل مقاتلين هذا الضال، شعرت بها وأنا ارتحت. جاء علي واحد من الجماعة قال أربط لك، لا هو قد هم صوب عراضي، قلت أربط لنفسك وأنا أربط لنفسي، أربط لنفسك وأنا أربط لنفسي، وإحنا نسقي بنادقنا منهم، سقيها نرويها تشرب ماء دم من 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 الأعداء. وهذا الذي سمعت يعني حصل، وإحنا لهم جاهزين بس تأمر علينا القيادة يعني بالانطلاق وإحنا منطلقين. طبعاً لازلت تشارك في المعارك حتى هذه اللحظة، يعني ما هي المهام العسكرية التي تقوم بها حتى هذه؟ المهام العسكرية إني أشارك يعني في معهم في الجبهات، وعندما يتحركوا القيادة والضباط يدعونا وإحنا سمت جاهزين معهم. ما تعيقك الجراح هذا؟ ما ضرنا على الجراح، بسيطة وإحنا يعني لا قدرة نتحرك مع أصحابنا. فداء أنزمت على البلاد والوطن والدين. هذا هناك أيضا نماذج للكثير من الشباب المتقدمين في حريب نهم سمعنا عنها، ممكن تحدثنا عن بعض بطولة هؤلاء الشباب، بعض المواقف التي حدثت لكم في المعارك في الجبهة؟ كان عندنا زمة شباب وعندنا رجال أبطال مثل ضحاك الحرملي، أنه رحمة الله عليه، أنه كان مثل صالح الفقيه، مثل جبران الحاج، مثل كم شهداء نسيتهم يعني وكم كثرهم، مثل أولاد درم، مثل أولاد من آل حميد. ممكن تذكر قصص بعض هم قصصهم أنهما اقتحموا زمت حتى نتقل معدل من المحجر، من أيدي العدو، أنه نتقل معدل والمعدل مطروح هكذا، وأنه طلع إلى ما قال بالمعدل نبي. هذه الأبطال الذي عرفتهم مثل ضحاك الزعرة الحرملي، هذا بطل من الأبطال، وغيره من الأبطال لم عاد أقدر أصفهم، وهما يعني أنا مدي أنسابي ثلاثة، متزوجين بناتي ثلاثة أنسابي شباب يعني صاروا سمت شهداء، والحمد لله النصر قائم. مثل هذه التضحيات وهذا الصبر وهذا الصمود إن شاء الله النصر قادم. نعم، والله سبحانه وتعالى سيمكن لعباده الضعفاء الذين ظلموا من هذه الميليشيات وسيأخذ بحقهم، هو العدل سبحانه وتعالى. أيضا ما الذي لفت نظرك في خلال المعارك التي تدور منذ أو على امتداد 4 سنوات في حريب نهم؟ هل هناك مواقف لمعركة معينة مشهودة لا تزال تستذكرها كنت حاضر أنت فيها؟ أنا أذكر معركة في صرب
في اليمائم وقدموا الحوثة ووصلت القيادات بأكملها إلى عندنا، وأصحابنا سمت يعني مشوا وتقدموا عليهم وأدوهم، كانوا هنا ما بقي منهم ولا رجل إلا ما هو تحت البطانيات، بس دينهم وهم جثهم من الذقة أذكرها قتله في صعب هذا في اليمائم بادي على نجد العسك، لأن الوامي هو 25 مع كتيبة في نجد العسك ومع كتيبة في المنصاع بادي على نهم، وهذا الوامي هو 25 مشتت من نجد العسك إلى رأس المنصاع، وهؤلاء أن هو يعني أذكر من الأبطال هذه الذي زمت يعني في النصبة نسبة فاطم، هذه مقبرة لهم، مقبرة للحوثة، مقبرة قد هو يعني صار طحين مليان مقبرة لهم. وفي صقر الجبل فيه من عندنا من جميع الفئات من جميع القبائل، عندنا في عندنا من خولان، في عندنا من الحيمة، شاركوا الآن مشاركين قابضين مدارسهم، في عندنا من الحيمة، في عندنا من حراز، في عندنا من مختلف القبائل اليمنية، من أفئات القبائل اليمنية، فيها عندنا قبيلة من قبيلة جهم موجودة، في عندنا من قبائل جدعان، في هناك من المحافظات حتى الأخرى، من المحافظات من جميع المحافظات تلقى وهي موجودة في نفس الجبهات جنبا إلى جنب، أخا إلى أخ، هؤلاء المشاركين زمت يعني في نفس القتال. هل هناك أيضا قصص للجرحى الذين شاركوا معك أو تستذكر بعض مواقف لهم، كيف صمدوا كيف صبروا كيف رفضوا الانسحاب رغم إصابتهم والإخلاء إلى الجانب الطبي؟ هؤلاء أنهم جرحوا، وكل جريح من عاد عنده قدرة أنه يمسك نفسه ويعصب لنفسه ثم يمسك نفسه ويقول زميله قاتل، أنا أعصب لنفسي قاتل وأنا أمسك نفسي، إلا من استشهد فقفز أخوه ولا زميله وحضنه على ظهره وأصله إسعاف وأصله مارب وقبرنا هناك، ولما الجرحى فمن عاد عنده قوة ولا شيء فهو يعصب لنفسه ويمسك على بندقه ويقاتل عدو، هذا الذي أذكره. ما هي رسالتك للجرحى؟ رسالتي للجرحى أنهم إن الله يشفيهم، إن الله يشفيهم ويرحم الشهداء، وأن احنا نمشي على درب الشهداء الذي مشوا فيه كبير صغير ذكر أنت، نمشي على دربهم، لا 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 لا, لا, لا ما بيش رجعه ورا، قدام قدام لحتى نصفي البلاد من هذا الشذربة الخبيثة المتقطرشة في البلاد والعباد. رسالتك للقبائل اليمنية، للبعض اليمنيين المتفرجين لا زالوا صامتين ومحايدين، ما الذي تود قوله؟ أنا أرسل رسالتي لجميع القبيلة، من هو قبيلي يحمل اسم القبيلة من جميع فئات اليمن من شرقها إلى غربها، لكل قبيلي ينشد على قبيلته وعلى أصالته وعلى عروبته، لهم بيشوفوا في حلقات وفي تلفزيونات وفي أشياء يشوفوا الضرب على بيت الله بالصواريخ وهم يشاهدوا، إن إحنا نقاتل نقاتل على دين محمد. أنا أقول لهم اللوم عليهم، اللوم غاشنهم، وهم يرون الدم اليمني، وهم يرون الدم اليمني يزفق في الأرض، وهم متفرجين وهم سمت يعني متحوزين، كل من يشل بندقة العار العار العار، وقد وصلت الميليشيات، وقد وصلت الميليشيات إلى 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 سمت أنهم في كل مكان وفي كل فئات، وهم سمت يهتكوا أعراض الناس، ليش ما نقاتل وإحنا قبائل؟ نشوف أخويا هناك ولا أنا فزع بندقي عندما أشوف أخويا هناك ينهك عرضة أو ينهك دمه، أنا قبيلي أقوم معه، هذا ذي أنصح القبائل في أنحاء اليمن من شرقه لغرب القيام بهذا الواجب الوطني، القيام بهذا الواجب الوطني، يقوموا على دينهم وعلى سمت عرضهم. كيف تنظر إلى المستقبل؟ أنظر إلى المستقبل إلى إبه رجال عالين همم ومشمرين سعداء، فاليمن سيدخل في خير وفي راحة وفي اطمئنان، وإلههم بهطلين أيديتهم، فاليمن سيسحق وسيروح. طبعا باسمك وباسم كل الجرحى، ما هي الرسالة التي تود قولها للقيادة السياسية؟ أنا أقول للقيادة السياسية يشمروا بسعدهم،
يشملوا شمارة الرجال، ما هو حل 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 الرقدة في الفنادق ولا في الملاهي ولا في التراج ولا في الفيسبوكات ولا في التلفونات. شمار بنادقهم كل من يلقط بندقة ويخرج يناضل على دين محمد وطنه. أنا أقول هذه رسالتي لهم وهذاك ما عندي. أنا أشكرك عم هادي على هذه الروح الجسورة وهذه الروح الوطنية العالية وهذه الغيرة على الدم وعلى الدين والدم والعار وما تقوم به هذه الميليشيات من عمليات تدمير ونهب واستحلال كافة المحرمات ومحاولاتها أيضا لاستمرار في إراقة دماء اليمنيين. أشكرك عم هادي وأتمنى لك الصحة والعافية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر العاجل القريب بإذن الله، ونلتقي عما قريب في قلب العاصمة اليمنية صنعاء ننشد الحرية والتسامح والمواطنة المتساوية. شكرا لك وشكرا لكل المقاتلين في جبهة حريب نهم. رفضنا عيشة الذلة تحزمنا بنادقنا، ويا شوق لشماك يا غبار الحرب والبارود، على رؤوس الجبال الشاهق قسنا وكبرنا، وولى الخصم يوم الزحف هارب مننا مكبود. مع الجبال في درب الشرف والعز شبينا، وعانقنا البنادق في الجبال النايل فات السود. نختتم أعزائي المشاهدين الكرام قصة فارسنا في هذه الحلقة في هذا المكان التاريخي المعني بحضارة اليمن، والذي يفتديه هؤلاء الرجال بأرواحهم وأجسادهم ودمائهم. إلى أن ألقاكم مع فارس آخر من فرسان النضال، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناداهم الوطن الحبيب فأسرعوا، قالوا فداك الروح حين تنادي، كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر الأوغاد. إن الجراح اليوم أوسمة لهم، بالفخر قد كتمت على الأجساد. فرسان النضال سجل قولهم، طابت جراحة لأجل بلادي، طابت جراحة لأجل